جنينة الله يحفظك والله يجيبه فوق سلام يا ربي، سلام يقوم جنينة ده عشان بلد ده بخضرته ده وبناسه ده الطيبين ده والمثقفين ده والفنانين ده والممثلين ده يبدعوا ويرسم الجنينة لكل السودان إن شاء الله. بالريقك شغل كم لقيتي أكرت برمتا أقابو شربا، شغل كم لقيتي أكرت برمتا أقابو شربا، أمسك بيتك قبى صلاتكم على النبي الفقر ما عدو، يا عيالي تعال نوريك هاي ترى أريك يا عدو. لا 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 كل الفرخ في ولاية خربي دارفور اشتغلت، انا السلام اشتغلت، انا التغيير اشتغلت، انا الثوره اشتغلت، وانا متاكد لان الامه دي كلها والله والله يا جماعه، وزي ما قلت لكم هليفه ما تطلبوني، لكن لو دارين اصلا تغيير ان احنا التغيير والله من خيره بالسلام بالمسرح، لانه المسرح ده يا جماعه ده ابو الفنون، وان احنا والله والله لا من نجي نركب خشبه المسرح ولا نشتغل مسرح شارع يا جماعه، والله التغيير بكون وقتي، التغيير بكون وقتي. لا 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 سفيان بنا صف. تراثنا هنا متنوع، ان احنا هنا زي ما بقول ان احنا في الحدود، وان احنا طبعا عندنا شتى القبائل، عندنا تراث بتاعت مساليت، عندنا تراث بتاعت برقو، عندنا تراث بتاعت زغاوة، عندنا تراث بتاعت فور، عندنا تراث بتاعت برتي، عندنا تراث بتاعت عرب، عندنا كمية بتاعت قبائل، ان احنا عندنا تراث فريد، لكن اللوكل بتاعنا ده لوكل اول حاجة فريد من كل اللوكل بتاع ناس الفاشر زالينجي نيالا، الجنينة اللوكل بتاع فريد مختلف، وكمان في قبول. شغل كم لقيتي أكرت برمتا أقابو شربا، شغل كم لقيتي أكرت برمتا أقابو شربا. المسرح في 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 دارفور نحن كانت واجهتنا مشاكل كمية، المشاكل الكمية اللي واجهتنا شنو؟ أنت بتجي عشان تشتغل مسرح، والمسرح ده عشان تجي تعالج قضايا، القضايا دي يعني هسي مثلا نحن مشينا في منطقة عشان نشتغل مسرحية، المسرحية هي بتتكلم شنو؟ أنا الخطان، أنا العادات الضارة، أنا الشغل تحت الأنف ضد المرأة، هم بيشوفوها الحاجة دي زي عيب، عيب أنت تقولها قدام النساوين وقدام الرجال، يعني الحاجة ما مفترض تقولها، دي عيب الكلام ده عندنا، لكن أنا إحنا صحيح دي تحديات واجهتني، لكن أنا بالذات قلت دي رسالة، وأنا أصلا لو ما قدرت عالجتها ولو ما قدرت خليت الناس دي يتقبلوا الحاجة دي، والحاجة دي أصلا العلم ده ما فيه عيب، لو أنا ما رسلت الرسالة دي أنا من الليلة أندوكاي مفترض خلاص ما نشتغل تاني شغل مسرح. لا 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 سفيان بنا صفقوا لصلات بناتكم دي، سفيان بنا صفقوا لصلات بناتكم دي، سفيان بنا صفقوا لصلات بناتكم دي، رو 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 رو. أن احنا ما بنقدر نقدم حاجة لو ما في سلام، أن احنا ما بنقدر نمثل لو ما في سلام، أن احنا ما بنقدر نتحرك لو ما في سلام، أن احنا هيكون مكتفين يا جماعة ما هنقدر نشتغل، المواهب الموجودة جوانا دي ما بنقدر نفرخها، الطاقة دي ما بنقدر نفرخها، ليه؟ لأنه ما في سلام وما في أمن وما في اطمئنان، لكن الحمد لله هسي أن احنا بنقول أن احنا ماشيين للأفضل. سبيان بنا صفقوا لصلاة بناتكم دي، سبيان بنا صفقوا لصلاة بناتكم دي، رو 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 تاني، رو 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 تاني، الله الله، رو 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 رو. شكرا. دار في دار، دار في دار، في دار بلدنا دارفور.